طيب هنبتدي ندخل في شابتر 2 اللي بيتناول ابلكيشن لاير بمزيد من التفصيل. احنا كنا اوريدي اتعرضنا للابلكيشن لاير والبروتوكولز اللي شغاله فيه في الانترودكشن، فهنا هيبتدي يفصل لنا شويه فيها. فهيتكلمنا على البروتوكولز اللي شغاله، ويب و اتش تي تي بي و اس ام تي بي وباب 3 واي ماب، احد الابلكيشنز المهمه اللي هي الدي ان اس او الدومين نيم سيستم، تصنيف الابلكيشنز اللي هي بير تو بير او كلاينت سيرفر، انواع الابلكيشنز فيديو ستريمينج اوديو ستريمينج، وبينهي الشابتر بجزئيه عن السوكت بروجرامينج او البروجرامينج اللي على النتورك. يعني طبعا احنا مش لازم نغطي كل التوبكس دي، لكن هنحاول في خلال المره دي والمره اللي جايه ان احنا يعني ناخد اهم الحاجات بالنسبه لنا حاليا يعني ان شاء الله. هنا مازال بيفرد العناوين المختلفه و المتوزعه على الشابتر، وهنا بيضرب امثله بالنتورك ابلكيشنز. اي ابلكيشن بتعدي حدود الجهاز وتتواصل مع جهاز تاني بقت نتورك ابلكيشن، ومعظم الابلكيشنز اللي احنا شغالين عليها حاليا اصبحت نتورك ابلكيشنز. يعني يمكن لو رجعنا 20 سنه لورا كان في ابلكيشنز او كانت اغلب الابلكيشنز كانت بنسميها ديسكتوب ابلكيشن. ديسكتوب معناها انها شغاله على الكمبيوتر الواحد فقط، مش محتاجه لتواصل مع العالم الخارجي. يعني من اكتر من 20 سنه او اكتر كان ممكن يبقى في جهاز كمبيوتر مش متوصل على انترنت او مش متوصل على نتورك، وعادي جدا والجهاز شغال وعليه برامج شغاله على الجهاز مش محتاج حاجه من بره. الكلام ده طبعا اتغير في ال 20 سنه اللي فاتوا، واصبح معظم البرامج بتتواصل على الانترنت، حتى بما فيها البرامج البسيطه اصبح في جزء منها على كلاود سيرفر مثلا و بيتواصل مع الجزء اللي عندك على جهازك. سواء بقى الكلام ده يشمل الحاجات اللي فيها تواصل ارسال ايميل او صفحات الانترنت او ارسال رسائل او فايل او اوديو وفيديو الى اخره من التطبيقات المختلفه. يعني الناس اللي تشتغل في الابليكيشن لاير بيبقى هدفهم تسهيل مهمة الناس اللي بتكتب البرامج. يعني في الآخر هم بيدوا للي بيكتب برنامج أو أبليكيشن على النتورك بيدوا له الوسائل اللي بيستخدمها علشان يعرف يطلع بيها برنامج كويس. اللي بيكتب ابلكيشن بتشتغل على النتورك بيكتبها من وجهة نظر الجهاز اللي بيرسل والجهاز اللي بيستقبل، ملوش دعوة بالأجهزة اللي في النص. الأجهزة في النص ليست لها تدخل في الابلكيشن، هي فقط وسائل نقل. فالراوتر ملوش دعوة خالص بالبرنامج اللي بيتكتب على الجهاز المرسل والجهاز اللي بيستقبل. وكذلك اللي بيكتب الابليكيشن ما بياخدش في اعتباره الشبكة عاملة ازاي في النص. وده كان هدف من اهداف الموديولاريزيشن، ان الشخص اللي شغال على الابليكيشن مش لازم يشغل باله باللي بيحصل في السكة. تصنيف البرامج التي تتواصل مع بعضها عبر الشبكة بيصنفها هنا الحاجتين كلاينت وسيرفر، ده نوع، والنوع الثاني بير تو بير. كلاينت سيرفر وده النوع الاشهر والاكثر انتشارا، انه في طرف كلاينت عميل بيستفيد، وطرف سيرفر الخادم اللي بيخدم اللي بيقدم الخدمه يعني. وكلمه سيرفر كلمه مش غريبه علينا، اي جهاز احنا بنتواصل معاه علشان ناخد منه خدمة معينة هو جهاز خادم سيرفر.
وجهازنا اللي بياخد الخدمة هو كلاينت، هو العميل. فهناك فرق في الأدوار ما بين الطرف الذي يخدم السيرفر والطرف الذي يخدم الكلاينت. بينما النوع الثاني اللي هو البير تو بير، الطرفان ندان، عشان كده اسمه بير تو بير. فهنا بيشرح لنا فكرة الكلاينت والسيرفر. السيرفر ده جهازك انت الشخصي، انت شخص عادي وعندك جهازك عادي، بتفتحه وقت ما انت عايز تفتحه، تقفله وقت ما انت عايز تقفله، تغير الاي بي بتاعك، ما هو الاي بي بتاعك مش ثابت، بيتغير عادي ما فيش مشكلة. السيرفر الجهاز اللي انت بتاكسسه ده بيكون موقع على الانترنت مثلا، يعني مش لازم يكون موقع، يعني ممكن يكون في الاخر السيرفر ده جوه بيتك، جوه شركه، جوه، مش لازم يكون موقع، بس انا بضرب مثال عشان ده الاشهر دلوقتي اللي هي الانترنت. فاحنا عارفين ده في على الانترنت سيرفرز اللي هي المواقع اللي انت بتروح لها. فانت ما ينفعش تروح للموقع تلاقيه مش شغال، الموظف قفل وهو خارج، الكلام ده ما بيحصلش. طبيعي ان اي سيرفر يكون سيرفر شغال على طول 24 ساعه. طيب انت عشان توصل للسيرفر لابد ان يكون له عنوان، هوية. طيب العنوان بتاعه ده لازم يكون عنوان ثابت، ما ينفعش انت بتطلب سيرفر في عنوان معين النهاردة، بكرة عنوانه اتغير وانت مش عارف هو عمال يغير في عنوانه، والناس هتعرف منين؟ لازم كل ما يغير عنوانه لازم ينشر عنوانه، دي مشكلة. فالمفروض عنوانه يفضل ثابت، غير كلاينت اللي هو عنوانه عادي جدا، انا حر، انا النهاردة في القاهرة، بكرة في اسكندرية، بعده في السودان، أنا حر، محدش فارق، مش فارق معايا. لكن السيرفر ما ينفعش، السيرفر هو له عنوان واحد. عادة السيرفر ده ما بيبقاش جهاز، يعني بيبقى مجموعة أجهزة متشابكة مع بعض، يعني هو في حد ذاته السيرفر ممكن يكون نتورك في حد ذاته، تحتوي أجهزة بإمكانيات عالية وهم اجتماعهم مع بعض عشان يدي إمكانيات أعلى، فيما يسمى بالداتا سنتر. الداتا سنتر مش مجرد جهاز، لا، دي مجموعه اجهزه بيتواصلوا مع بعض، بيقسموا على بعض الشغل، وطبعا ليهم بيئه مخصصه لذلك، لازم تكون الاوضه مكيفه، متوصله بكهرباء طول الوقت، ومتامنه كمان بجهاز مولد كهرباء عشان الكهرباء لو قطعت، يعني له تجهيزاته الخاصه. يعني كلاينت عادي بقى، انت حر، انت جهازك معاك في ايدك، تنزل بيه الشارع، تركب بيه مواصله، تروح بيه الجامعه، تروح بيه شركه، بهدله زي ما انت عايز، في الاخر ده جهازك، لو عطل، لو باظ، ده جهازك انت، يعني مش هياثر على حاجه. لكن السيرفر لو باظ لابد من وجود بديل ليه. بقى النوع الثاني اللي هو البير تو بير، الجهازان ندان، مفيش بقى جهاز خادم وجهاز مخدوم، لا، الجهازان زي بعض. فانت ممكن تكون جهازك وجهاز واحد صاحبك، انتوا الاثنين عندكم ابلكيشن مثلا بيشير فايلز مع بعض، فانتوا جهازين عاديين، في لحظه ما قد يكون واحد فيكم بيخدم الثاني، يعني ممكن يكون واحد فيكم كلاينت والثاني سيرفر في لحظه وليس بشكل مستمر، وفي لحظه اخرى قد يكون العكس، يعني ممكن تكون انت بتنقل لزميلك فايل، ففي الحاله دي انت سيرفر وهو كلاينت، بس الكلام ده مش مستديم، ده الكلام ده لحظي، في اللحظة اللي بعديها بيحصل العكس، هو بينقل لك فايل. فالأدوار هنا كل جهاز قايم بكل الأدوار، مش ما فيش جهاز له دور ثابت طول الوقت زي السيرفر والكلاينت. ميزة البير تو بير إنها سكيلابل. يعني إيه سكيلابل؟ يعني قابلة للتوسع، ما فيش مشكلة، بالعكس كلما زادت الأجهزة المشتركة معانا كلما ده زود الخدمات. يعني أحد أبرز الأمثلة على البير تو بير اللي هي البرامج بتاعة الفايل شيرينج. في كده تجمعات على الإنترنت مثلا أو على أي شبكة بتكون عندها فايلز، بحيث إن أنت تقدر تنزل من الناس دي برامج، يعني مش لازم بالضروره ولكن غالبا اغلبهم بيبقى برامج يعني كراكد او كتب من اللي هي محتاج تشتريها، فهم بيوفروها مجانا، يعني طبعا دي حاجه غير قانونيه، بس يعني كتير من برامج الفايل شيرنج بتبقى ده هدفها، يعني انها تتداول الحاجه اللي انت ما ينفعش توصل لها بشكل طبيعي.
او اللي محتاجه فلوس فهي بتتداولها من غير فلوس يعني. فكلما زاد عدد الاجهزه في الشبكه دي، في الناس دي التي تتواصل بالطريقه دي، كلما كان افضل، كلما كان زود الخدمات المقدمه. فاذا زياده العدد لا تمثل مشكله بالنسبه لها، بالعكس تمثل ميزه، فهي سيلف سكيلابل عكس كلاينت سيرفر. احنا قلنا لو عندي جهاز قايم بدور السيرفر، ده دوره ثابت عليه على طول، له عدد محدد من الطلبات، هو يقدر يخدم عدد 1000 واحد مثلا. يبقى 1000 واحد مش هينفع، الواحد اللي فوق ال1000 ده هيستنى او هيترك، فهو محدود الامكانيات. مهما زودنا امكانياته برضه هيظل محدود. بس في البير تو بير مفيش كده، لان كل واحد بيكلم طرف، كل واحد مشغول مع طرف واحد. فعادي ان يكون عندي في النتورك 100,000 مليون طرف، بس ايه، المليون دول متوزعين، اتنين بيتكلموا مع بعض، اتنينات. من ضمن المصطلحات المستخدمة لما بيكون عندي برنامج على الجهاز بتاعي، يعني البرامج باي ديفولت، وانت قافل جهازك البرنامج موجود، على البرامج كلها موجودة على الهارد ديسك. اول ما بتفتح جهازك هناك بعض البرامج الاساسية، من ضمنها طبعا الاوبريتنج سيستم او اولهم يعني، بتنتقل الى الميموري. يبقى اذا عشان الجهاز بتاعك يشتغل لابد ان البرنامج يكون موجود في الميموري، وانت لما تيجي تشغل اي برنامج لازم يتنقل الى الميموري. البرنامج وهو موجود في الميموري اسمه بروسيس. البروسيس هو نفس البرنامج بس حاليا انتقل الى الميموري وبالتالي يعمل. طول ما هو على الهارد ديسك هو لا يعمل، انتقل الى الميموري يعمل. طيب انت فاتح جهازك وعندك برنامج شغال على النتورك وبتتواصل مع جهاز تاني، اذا انت عندك بروسيس، يعني برنامج اتنقل للميموري اسمه بروسيس، يتواصل مع البروسيس اللي موجود على الجهاز التاني. فدي تسمى انتر بروسيس كوميونيكيشن، عمليه تواصل ما بين برنامجين على جهازين مختلفين، والبرنامجين بيعملوا، يعني هما بقوا بروسيس، فبقت انتر بروسيس. انتر تدل على طرفين مستقلين بيتم التواصل ما بينهم، كوميونيكيشن ما بين البروسيس اللي على الجهاز الاول والبروسيس على الجهاز الثاني. التواصل بيتم ازاي؟ عن طريق ارسال رسائل. رساله تطلع من الجهاز الاول تعدي على اللايرز اللي شفناها، توصل للجهاز الثاني، تطلع لغايه البروسيس اللي موجود على الجهاز الثاني. العمليه دي اسمها انتر بروسيس كوميونيكيشن. في حالة الكلاينت سيرفر هناك برنامج يعمل على الجهاز الكلاينت ونظيره يعمل على جهاز السيرفر، بس اللي بيعمل على جهاز الكلاينت له طبيعة مختلفة عن البرنامج الذي يعمل على جهاز السيرفر. مثلا البراوزر، جوجل كروم او فايرفوكس او انترنت اكسبلورر، دي كلها برامج كلاينت، كلاينت بروسيس. البرنامج اللي فيهم اللي يشتغل عندك يبقى معنى كده ان هو موجود في الميموري، بقى اسمه بروسيس. طبيعته ايه؟ هو كلاينت، هو مستقبل للخدمه، يقابله برنامج تاني على السيرفر اللي بيدي الصفحات، اللي انت بتروح على الموقع وتاخد منه الصفحات. فالبرنامج اللي على السيرفر اللي بيخدم البراوزر اسمه سيرفر بروسيس. وسيلة التواصل لابد من كتابة برنامج يعمل على التبادل الداتا عبر الشبكة. من أشهر الوسائل لكتابة البرامج اللي هي السوكت بروجرامينج. والسوكت ده هو تعريف إعطاء هوية لكل بروسيس شغالة على جهاز موجود في النتورك. يبقى أنا الجهاز الواحد، الجهاز بتاعك دلوقتي، انت بترن عليه عدة برامج، كل برنامج فيهم انتقل الى الميموري وبقى اسمه بروسيس. من ضمنهم برنامج تيمز اللي احنا شغالين عليه، من ضمنهم الاوبريتنج سيستم، من ضمنهم
ممكن تكون مشغل وورد او اكسل، او انا بالنسبه لي انا مشغل باوربوينت كمان. كل دي برامج، كل واحد فيهم لوحده، كل واحد فيهم بروسس، وكل بروسس لها رقم. طيب على الشبكه بقى، احنا في شبكه واحده دلوقتي، شبكه الانترنت، فانا الجهاز بتاعي له رقم، له اي بي، والجهاز بتاعك له رقم، له اي بي. السوكت هو تعريف برنامج على جهاز على الشبكه، يبقى هو رقم البروسيس اللي موجوده جوه جهاز له رقم على الشبكه. عشان كده كلمه سوكت بروجرامنج هي البروجرامنج الذي يسمح بالتواصل ما بين احد البروسيسز الموجوده على احد الاجهزه في الشبكه. التعريف او الاي دي بتاع البروسيس يتكون من 32 بت. وبالتالي ده يسمح بوجود 2 اس 32 بروسيس تعمل على الجهاز. وتنقسم التعريف الى جزئين، اي بي ادرس وبورت نمبر. البورت نمبر بيبقى رقم مميز لنوع البرنامج اللي بيشتغل، يعني هو مقسم البرامج اللي بتشتغل الى انواع. لو البرنامج من النوع اللي بينقل صفحات وبيستخدم ال HTTP بيستخدم بورت نمبر 80، ده رقم ثابت. لو البرنامج بيتعامل مع الميل سيرفر وبيستخدم بروتوكول SMTP بيستخدم البورت نمبر 25. طب ليه مثبت الرقم؟ علشان انت دلوقتي اي جهاز عايز ياكسس سيرفر لابد ان يكون متفق على البورت نمبر، فما ينفعش انت تقول انا عايز اخليها 81. لا، مش بمزاجك، ما انت حر انت تخليها 81، بس انت مش هتعرف تاكسس اي سيرفر لان السيرفر بيتعامل مع 80، فانت لازم تخليها 80 عندك. وكذلك الميل، انت عايز تعمل برنامج يبعت ايميلات بينك وبين واحد تاني صاحبك، انت حر، حط البورت نمبر زي ما انت عايز، حطه 26 28 35، انت براحتك. لكن عايز تاكسس ميل سيرفر معروف ستاندرد زي جوجل ولا ياهو ولا هوت ميل ولا اي حاجه من الحاجات دي، يبقى انت مجبر تستخدم الحاجه اللي هم اتفقوا عليها اللي هي 25. والاي بي ادرس طبعا اللي هو بيعرف الجهاز نفسه على الشبكه، وده مكون من يعني هو فيرجن 4 اللي بيشتغل حاليا، مكون من 4 بايتس، كل بايت 8 بت، يعني هم 32 بت. وفي فيرجن 6 بس ده لسه ما يعني ما انتشرش يعني. طيب برضه رجع يكلمنا هاني هنا على بروتوكول، طبعا احنا كنا ذكرنا بروتوكول في شابتر 1، بس رجع هنا يفصل لنا تاني كلمه بروتوكول، وانها لغه الحوار ما بين طرفين تشمل ايه اللي بيتكتب وازاي بيتكتب ومعناه والترتيب. وبيضرب لنا هنا امثله من لغات الحوار التي تنتمي للابلكيشن لاير، ال HTTP وال SMTP. HTTP اللي هي الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول اللي بينقل صفحات ال HTML، وال SMTP اللي هو سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول اللي بينقل الايميل والحاجات اللي تنقل الاوديو والفيديو اللي هي سكايبي. طيب هتلاقوا برضو في كل شابتر لما بيتناول لير معين بيتناول علاقته مع اللير اللي تحته واللي فوق. طبعا احنا في الابلكيشن لير اللي هي اعلى واحده فوق، يليها اللي تحتها ترانسبورت لير، فهو هنا حب يذكر علاقه الابلكيشن بالترانسبورت.
هما بيتبادلوا ايه مع بعض. فهنا بيقول what transport service does an application need. الابلكيشن اللي شغاله في الابلكيشن لاير هتحتاج ايه من الترانسبورت لاير اللي تحتيها. فهنا ذكر ثلاث حاجات او اهتم بثلاث حاجات اللي هم الداتا انتجريتي والتايمنج والثروبوت. داتا انتجريتي معناها ان الداتا اضمن انها توصل الناحيه الثانيه بدون ما يحصل فيها تغير. يعني الابلكيشن هدفها انها تبعت داتا توصل للابلكيشن اللي نظرتها شغاله على جهاز تاني. مين اللي يضمن لها الكلام ده؟ هل الابلكيشن لاير؟ لا، ملوش دعوه. امال هو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الخدمات التي تقدمها الترانسبورت لاير، التي يقدمها ترانسبورت لاير. طب ازاي الترانسبورت لاير هيضمن؟ في عنده حاجه اسمها التي سي بي، تضمن ان الداتا توصل للناحيه التانيه. تضمن ازاي؟ والله بتبعت وبتتاكد انها وصلت صح، ولو لقيتها ما وصلتش صح تبعت تاني، تبعت تالت، تبعت رابع، تبعت خامس، لغايه ما توصل. او لو ما وصلتش خالص تبعت بقى للابلكيشن تقول له انما يعني اصرف نظر بقى، خلاص واضح ان الطرف التاني ده مش عارفين نوصل له. وفي نوع تاني من الابلكيشنز مش مهتم بان كل حاجه توصل زي ما ذكرنا كده، بيستخدم في ساعتها في الترانسبورت لاير اليو دي بي، بس عنده حاجات تانية بيهتم بيها. يعني هو عايز يوصل أكبر قدر ممكن من الداتا، لكن مش لازم كلهم يوصلوا. ده بالنسبة للداتا انتجريتي. في أبليكيشنز بتهتم بالتوقيت، التايمينج، عايزين نوصل الداتا بسرعة. طيب هل الإنترنت تضمن سرعة؟ الأساس في الإنترنت إنه هي ما بتضمنش، بس إحنا بنجتهد ونحاول نسرع وصول الحاجة. لو على شبكة خاصة ممكن نضمن، لكن على الإنترنت لا يوجد ضمان. بس في برامج بتحتاج سرعة، بتحتاج إن الحاجة ما تتأخرش. وفي برامج تانية مش شرط، يعني في برامج زي الإيميل مثلا، أنت بتبعت إيميل وصل بعد قد إيه الإيميل؟ ممكن يوصل بعد ثانيتين، ممكن يوصل بعد دقيقة، ممكن يوصل بعد ساعة. أنت فارق معاك؟ لا، أنت عادة لما بتبعت الإيميل ما بتتوقعش إن الطرف التاني هيشوفه في نفس اللحظة. عادي جدا ان هو يوصل بعد ساعه، ما فيش مشكله معاه، ما فيش ضمان ان هو يوصل لك في اقل من كده. لكن لو انت بتبعت مكالمه صوتيه، مكالمه مش فويس نوت، لا مكالمه، او انت بتتفرج على بث مباشر مباراه ولا حاجه، انت ما ينفعش بقى الحاجه تتبعت وبعديها بساعه توصل. لا، انت لازم تسمع الحاجه في وقتها، او على الاقل يبقى التاخر بسيط، ثانيه ثانيتين بالكتير، انما مش عايز الوقت يزيد عن كده. المفروض ان دي من ضمن خدمات الترانسبورت لاير اللي بيحاول يقدمها، طبعا على في حدود ما هو متاح. الثروبوت واتكلمنا عليه برضه قبل كده، يعني هو بيذكر دايما الثروبوت والتايمنج حاجتين منفصلتين، مع ان هما في الاخر الاثنين متعلقين بالزمن. بس الثروبوت هنا معدل وصول، وزي ما قلنا ممكن يختلف معدل الوصول في حاله وجود مسارات متعدده. يعني ممكن يبقى عندي طريق واحد فانا ببعت عليه الحاجه وانا ملزم بالطريق ده ما عنديش غيره، او اني يبقى عندي بدائل اقدر ابعت الحاجه من كذا طريق، فبالتالي ممكن استغل كذا طريق وبالتالي اقلل الوقت اللي بيتبعته فيه، كده يبقى زودت معدل الوصول. والسكيورتي، السكيورتي جزء منها هو السكيورتي عاده بتقدم مش من الترانسبورت لاير، يعني في جزء منها ممكن يبقى مع الترانسبورت لاير، ولكن عاده بيصنفوا السكيورتي على انها لاير وسط ما بين الابلكيشن، الناس بتضمها او بتضم جزء منها مع الابلكيشن، يعني كل واحد يجي يعمل ابلكيشن يبقى مسؤول عن السكيورتي، وناس بتضم جزء منها مع الترانسبورت، وفي ناس بتقول ان هي لازم تبقى لاير موجوده ما بين الاثنين تخدم على كل الابلكيشن اللي بتيجي. تشمل السكيورتي عمليات الانكريبشن، تشفير الداتا او تحويلها الى صوره غير مفهومه، وتشمل الداتا انتجريتي اللي هو ان محدش يلعب في الداتا يغير فيها. هنا مفهوم كلمه داتا انتجريتي يعني وان كان هو نفس المصطلح، بس هو المفروض ان هو هنا بيتكلم على الداتا انتجريتي ان الداتا توصل سليمه، لكن الداتا انتجريتي ان محدش يلعب فيها.
فهو في الاخر نفس الهدف بس يعني من سكتين مختلفتين. وهنا بيضرب امثله بالابلكيشنز، الاحتياجات الابلكيشنز المختلفه. في ابلكيشنز زي الفايل ترانسفير، انت بتنقل فايل ما ينفعش تفقد منه ولا حته. فايل مكون من 1 كيلو بايت، يبقى كل الكيلو 1 كيلو بايت اتنقل، لو بايت واحد ما وصلش يبقى فيه مش يبقى فيه غلط، فده لا يحتمل انك تفقد جزء منه. نفس الكلام بالنسبه للايميل، نفس الكلام بالنسبه للويب دوكيمنت. لكن مثلا الاوديو والفيديو مش مشكله، انت بتتفرج على ماتش كوره بس مباشر، لو وقع منه مشهد ولا مشهدين مش قضيه، هتكمل مش هتقف، مش هتقوله لازم يبعت لك كل اللقطات. بالنسبه للثروبوت، معدل الارسال، في حاله بتبعت فايل، بتبعت ايميل، بتبعت دوكيمنت، يعني مش مشكله، ممكن يكون معدل الارسال بطيء بس في الاخر انت يهمك انها توصل. بينما بقى لو انت بتتفرج على ماتش كوره ولا بتتفرج على اي بث مباشر، لا يهمك ساعتها ان معدل الارسال يكون عالي، يعني يكون في حد ادنى ما يقلش عنه، والا هيبقى الصوره شكلها الفيديو شكله مقطع ومشوه. يعني انت مش مشكله عندك ان يضيع جزء منه، يضيع مشهد ولا مشهدين، المهم في الاخر ايه، لو سامع الناس على القهوه بره عمالين يهيصوا جون جه وانت شايف قدامك اللعيبه ما جابتش جون ولا حاجه، وبعديها بدقيقتين ثلاثه تلاقي جون جه، فانت يهمك معدل الوصول اكتر ما يهمك انك تتفرج على كل لقطه. تايم سنسيتيف، هنا يعني برضو في حاله انك بتبعت فايل او ايميل او دوكيمنت مش مهم قوي، وان كان طبعا ما ينفعش نقول ايه واحد يبعت ايميل يوصل بعد شهر مثلا، لا يعني احنا بنتكلم في الحدود المعقوله برضو، يعني تبعت ايميل ممكن يوصل بعد ساعه بعد ساعتين مش قضيه هتستحمل، انما لو وصل بعديها بيومين ثلاثه لا يبقى حاجه في حاجه غلط يعني. فهو هنا تايم سنسيتيف، مش سنسيتيف قوي يعني، سنسيتيف بحدود. لكن في حاله برضو الارسال الفيديو والاوديو ستريمنج، لا بيبقى الموضوع محتاج حساسيه جامده جدا، محتاج انك تشوف الحاجه في وقتها او متاخره حاجه بسيطه. طيب هنقف عند السلايد دي النهارده ونكمل ان شاء الله الابليكيشن لاير شابتر المره الجايه.